نطق لكم شويه على الجهه ديال طنجه تطوان الحسينه. اولا على الحاله ديالها، ومن بعد على المسؤوليه الملقات على عاتقنا كادارات كمنتخبين وكمواطنات ومواطنين في الدفاع عن الحياه. لان كما كتعرفوا ان اليوم دفاع عن البيئه النظيفه هو دفاع عن الحياه. ان اليوم اذا كانت شي حاجه تهدد الكره الارضيه من غير اللي كنتبعه يوميا في البرامج ديال التلفزيون ولا غيرها، من القتل اللي كتعرض ليه البشريه، اللي كتعرض ليه بعض الشعوب من طرف جماعات، فهناك قتل كيتم يومي للإنسان على امتداد الكرة الأرضية نتيجة تدمير ديال البيئة. اليوم على حسب منظمة الصحة العالمية هناك مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين على كوكبنا كيموتوا جراء أمراض ناتجة عن تدمير البيئة. اليوم هناك مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين كيموتوا جراء الأزمة الغذائية أو الأمن الغذائي اللي ما كاينش، كيموتوا بالمجاعة. هناك اليوم مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين مهددين يوميا بالموت جراء الفيضانات اللي كتضرب العالم اليوم. اذا ان الكوكب الارض مهدد. اذا كان في السابق الانسان كيحاول ما امكن يتكيف مع الطبيعه، لان كانت هي بشكل او باخر كنا كنعتبروها هي اللي كتهدد الحياه، في اليوم ان الانسان واللي كيهدد الحياة فوق الكرة الأرضية من خلال تدميره للطبيعة. اليوم هذا الإنسان بفضل الجشع، الحب في المال، الحب في التملك، الحب في السيطرة، استباح كل شيء. استباح الأرض بفضل هذا الحب في السيطرة في التملك، استباح البحر السماء، بل أكثر من ذلك اليوم الإنسان كيقلب على كواكب أخرى خارج الأرض باش يدار فيه نفس الشيء اللي كيدار في الأرض. في السابق كانت البشرية تناضل وتقاوم من أجل الحرية والديمقراطية. اليوم أصبحت نفس البشرية تناضل وتقاوم من أجل الحق في الوجود، الحق في الحياة، لأن لا معنى للوجود دون حياة، ولا وجود الحياة في ظل طبيعة غير سليمة. احنا في جهة البحر، في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحكم اننا جهة متوسطية وما في واحد الجزء على المحيط الأطلسي، كما كتعرفوا ان اليوم الفضاء المتوسطي اللي كان في القرون السابقه مهد الحضارات، مهد الثقافات، مهد تلاقي ديال هاد الحضارات الانسانيه، اليوم اصبح حوض البحر الابيض المتوسط مكان
للموت الجماعي والفردي. أصبحت المنطقة ديال البحر الأبيض المتوسط مقبرة لجميع النفايات. أصبحت منطقة البحر الأبيض المتوسط مقبرة حتى لمواطنات ومواطنين كيقلبوا على لقمة خبز يابسة وقارورة ماء. ثم كتشوفوا مشحال كيموت سنويا ديال المغاربة وديال الأفارقة في رحلة البحث عن فضاء اللي غادي يوفر لهم ليس الكرامة ولكن فضاء اللي غادي يوفر لهم حق الوجود. اليوم شعوب البحر الأبيض المتوسط تعاني وتعيش على وقع القتل، لا أقول البطيء، كان بطيئا في الماضي ولكن على وقع القتل السريع. هناك أمراض متعددة ظهرت في دوح البحر الأبيض المتوسط اللي كانت إلى زمن قريب غير موجودة بفضل التلوث، بفضل النفايات اللي كتلاح في هذا المناطق. إذن انطلاقا من هذا الوضع، دول البحر الأبيض المتوسط فكرات شعوبها فكرات في قمة 21 اللي كانت في باريس على أنها دي القمة ما قبل قمة 21 هي قمة ديال دول البحر الأبيض المتوسط اللي تسمات لاميدكو. وكانت لاميدكو في النسخة ديالها الأولى في مدينة مارسيليا بفرنسا. وكما اتفقوا الناس اللي حضروا باش تكون النسخة الثانية في المغرب وفي جهة طنجة في طول الحسيمة وفي مدينة طنجة. وكانت هذه النسخة الثانية اللي توجد بتوصيات وبقرارات مهمة. لليوم حضورنا هنا في القمة ديال 22 هو التعريف بهذه القرارات وهذه التوصيات، ولكن ايضا وكنطلبوا من العالم اللي حاضر هنا باش ينخرط معنا باش نفرضوا هذه التوصيات في الاعلان النهائي اللي غادي يخرج من قمة 22 باعتبار ان هذه القمة هي قمة العمل، وان النتائج ايضا ديال لاميدكو قلنا بان هذه النتائج ستدخل مباشرة في حيز التطبيق. واتخذ قرار على مستوى الجهة بان غادي نشكلوا دار المناخ، غادي نأسسوا دار المناخ اللي غادي تكون دار المناخ ديال الدول حوض البحر الابيض المتوسط في مدينة طنجة. واليوم الجهة شرعات باش كتوجد ان في حدود يعني قبل من سنة 2017 تكون دار المناخ جاهزة. كما ان من جملة التوصيات هي ان غادي تكون واحد الكتابة دائمة ديال لاميدكو ديال لاميدكو، والمقر ديال هذه الكتابة الدائمة هي مدينة طنجة، هي جهة طنجة تطوان حسيمة وبلدها. كما ان لأول مرة غادي نديروا ايضا شبكة ديال الخبراء البحر الابيض المتوسط في مجال البيئة، لان عندنا شبكة الخبراء الامم المتحدة وغادي نديروا شبكة خبراء البحر الابيض المتوسط. وهذا الشيء كامل ما ممكنش يتحقق الا بفضل انخراط المواطنات والمواطنين في هذا المشروع. والانخراط لا يمكن ان يكون الا عبر واحد المؤسسة اللي كتعرفوها جميع، لان هي صاحبة الفضل في اثارة مشاكل البيئة، هي مؤسسة المجتمع المدني. اذن ايضا غادي تكون في هذا المناخ شبكة المجتمع وسكرتارية المجتمع المدني لدول حول البحر
أدنى من المتوسط، لأن هكذا إذا كان الفاعل السياسي وهي جهات دول حول البحر الأبيض المتوسط والعلماء هم الخبراء، شبكة الخبراء والمجتمع المدني مجتمع في مكان واحد وعلى برنامج واحد، كنوا على يقين بأن النتيجة ستكون إيجابية. نحن كنا كنختلفوا كمغاربة ولا كشعوب ولا كمواطنات ومواطنين على قضايا متعددة، وأن الاختلاف رحمة ويجب أن يكون، ولكن في موضوع الحفاظ على البيئة مرحبا بالاجتهاد، ولكن ما خصوش يكون عليه اختلاف كما الاختلاف اللي على قضايا أخرى، لأن الحفاظ أو التأسيس لبيئة سليمة ما كيستهدفش فئة بدون أخرى أو طبقة بدون أخرى أو توجه سياسي بدون آخر أو توجه ثقافي بدون آخر، كيستهدف بالدرجة الأولى الحق في الحياة. إذن احنا قبل نكون لا منتخبين ولا منتخبات، قبل ما نكون لا سياسيين ولا سياسيات ولا مفكرين ولا مفكرات ولا علماء، احنا مواطنة ومواطنين نسعى للحياة، ما دام ان هذا السعي للحياة ممكنش تنجز من طرف واحد، ممكن تنجز لنا من طرف الجميع، فنجعل من موضوع البيئة السليمة والإطار اللي كيوحدنا كمواطنات ومواطنين في انتظار أننا نتفق على أمور أخرى. واسمحوا لي إلى طول عليكم.